تعالى يعني تعالى. اسمعي اسمعي بقى سيبيني خالص. كفايه اللي جرالي. عايزه ايه؟ عايزه نقعد نستنى لحد ما نروح النيابه؟ طب انا اعمل لك ايه؟ ما هو انت اللي عايز تمشي يا اخي. طبعا لازم امشي. اتجننت يا استهانم؟ الراجل اللي اسمه حمدي خلاص موجود وعمه موجود والتاني جت على القصار اللي اتجنن عايز يجوزني لناديه. ما هو انا بقى اسمع بقى ما اقول لك، مش ممكن ابدا هسيبك تخرج من هنا، مفهوم؟ شوف يا ست انتي، انت ما تعرفنيش، انا بوياجي انما شراني وعصبي وجربوع، وقعت ورجلي اتكسرت وحالتي بقت بالبله. فاهم يعني ايه؟ يعني ممكن ممكن اصوت واعمل فضيحه هنا عندكم في الحته دي. انت يا ست انتي متجننتي، مش واخده بالك من المصيبه اللي انت فيها؟ مصيبه ايه بس يا عبد السميع؟ انت دايما تعمل من الحبه قبه. يا هتقول لي حبه قبه؟ هتطلب بيت الناس ومزورين وتقول لي حبه قبه؟ انت هتشرب وهتقلي ادبك ولا ايه؟ انا هطول لساني واطول ايديا واطول رجليا كمان. فوق انا فوق اهو. اعملي معروف، اعملي معروف، هنروح في داهيه. الحقي خدي اسنانك في رجليك زي ما بيقولي وفكي من هنا. عارفه يا ابو سامي، عارفه ان احنا هنروح في داهيه لو بس اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ ما تستنيش، تجري على طول وانا اجري اروح اشوف شغلي وروح اشوف فيلمك انت. بلا سيما بلا تفزليون، مش عاوز حاجه. اسمه ايه؟ تفزليون. تفزليون حلو الاسم ده على فكره. ما فيش حلو، ما بهزرش. عايز نجري ليه؟ طبعا هنجري، هنروح في داهيه، الراجل هيروح هيبلغ عننا وهنروح في 60 داهيه، هنتفقس خلاص، انتهى الاشكال. يعني عايزنا مثلا نجري زي فكيها يعني؟ فجيها دي العقلة يا استهانم، حست ان العمليه هتدعبك، واخد رجلها في سنانها وجرت. مستنيه ايه؟ عايز اعرف مستنيه ايه لحد ما نتفضح؟ خلاص خليك انت. وبعدين انت، انا جسمي ما استحملش السجن على فكره، انا انضرب بس بكرامتي، فاهمه يعني ايه؟ محدش يزعق لي، انضرب من سكات، انا ما اروحش السجن. سيادتك لو روحت هيطلعوكي تليفون بس، فريد شوقي، رشدي اباظه، تطلعي. انما انا حلوص، الوحيد اللي كنت اعرفه بس بقالي مده ما شفتوش عبد الفتاح القصري، الوحيد صاحب ابويا الله يرحمه مات. اتفضلي بقى، مش هطلع في سنتي خالص. عايزه تقعدي برضو؟ لازم انت عايز ايه؟ انا صراحة عملت اللي عليا. ايوه وهضطر اسيبك وامشي وانت تصرفي. سلام عليكم عبد السميع. مفيش عبد السميع، الله يقطع عبد السميع واليوم اللي شفنا فيه عبد السميع. عبد السميع هقول لك حاجه يا عبد السميع، احنا لو مشينا دلوقتي هنروح كلنا في 60 داهيه، لانهم هيحسوا ان احنا غلطانين وهيكتشفونا ويعرفوا خطتنا المنيله اللي احنا عملناها دي. انما لو استنينا بعد الخطوبه هنمشي من غير اي شوشر. عايز انا استنى لحد ما الراجل يجوزني بنته؟ لا 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 لا، ما اقدرش اخدعها، حرام. خطوبه بس، الخطوبه بس. مفيش خطوبه ولا زفت، مش هينفع. سلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما انا مش هسمح لك ابدا تمشي من هنا، مفهوم؟ ليه؟ عشان ايه؟ همشي واللي عايزه تعمل ايه اعمل ايه. الله، شوف بقى ما اقول لك. ها انا هفاهم مندور بيه على كل حاجه، وبنته ناديه علشان يحطوك في التخشيبه يا نصاب. نصاب؟ حلوه نصاب دي. انا نصاب؟ تنسي انك انت شريكتي يا معلمه. لا مش ناسية، بس كمان ما تنساش انت ان مندور بيه بيموت فيا وبيحبني وممكن يغفر لي اي حاجة انا عملتها. انما انت بقى لو عارف حقيقتك على هيجرالك. منك لله، الهي اشوف فيك يوم يا زمردة يا بنت. هي نينا اسمها ايه؟ نينتك؟ نفيسة. الهي اشوف فيك يوم يا زمردة يا بنت نفيسة. ولا فيلم هشوفه لك بعد كده، ولا فيلم، ولا فيلم، ان شاء الله يكون ميكي ماوس حتى، ولا فيلم. يا عبد السميع، يا عبد السميع، يا عبد السميع، ما تزعلنيش منك امال، خليني كده راضيه عنك. علشان ايه؟ والله والله امبارح قعدت كلمت المنتج وقعدت اتحايل عليه ساعه ساعه ونص كمان علشان يشيل رشدي اباظه ويحطك. يشيل رشدي اباظه؟ انت تبقى كل يوم بكلمه. شو مش لسه امبارح قايله لي اقنعته يشيل ناديه لطفي يحطك بدلها؟ بطلوا بقى، بطلوا كذب، وإلى العمر الشريف، عمر الشريف كذب وكل العالم، وأعمل بسجاير زيي برضو، إيه يعني شغلانة. اسكتي بقى، أنت تتكلمي كلام ما أنتش قديه. يا عبد السميع، فيلم عمر الشريف وناديا لطفي ده حاجة تانية خالص غير الفيلم اللي بقول لك عليه. تأكد إن أنا هخليك تعمل كل يوم فيلم. كل يوم؟ أنا مستحمل عشان كده. صدقيني أنا فنان ومشيت معاكي كويس. خلاص يا عبد السميع، لازم تكوني قد كلمتك، حرام عليك اموت فيها دي. خلاص هخليك كل يوم تعمل فيلم وهتبقى بطل جميع افلامي. هاي يا عبد السميع، فوق كده وهدي اعصابك. يا رب. ها هروح انا بقى للمعازيم،
اتفقنا. اوكي هعمل كل يوم فيلم. كل يوم فيلم مش كل يوم يعني كل شهر عشان ايه العرض. طيب يعني او حتى لو كل شهر فيلم وينزل في ريفولي عشان كبيره. خلاص موافقه. موافقه. وعايز اعمل اذاعه نفسي. ها اذاعه. طيب حاضر اللي عايزه. والتلفزيون. تلفزيون. حاضر. شكرا. لا. احلم بقى بالاحلام الورديه دي عشان مسلسل. عايز اعمل مسلسل 50 حلقه بتاع ايه ده مش عارف. مسلسل كده 50 حلقه وافضل كل يوم لما اهري الناس ابهدلهم 50 حلقه مفيش غيري بليز. اصل التلفزيون هو بياخد الناس كلها. طيب خلاص اروح بقى للمعازيم. انا عايز اعمل جذور تاني. جذور. طب انا بقى اروح للمعازيم. واعمل زي الواد بتاع الجذور. نفسي اعمل الدور ده. كنت كنت كنتي كنت كنت كنتي كنت كنت انتي وكنزي. لا 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 يا كنت كنتي كنت كنزي. وبالسلاسل اربطوني بالسلاسل وانا احزق مفيش فايده.